السلام عليكم الاخوان وتحياتي لكم واحد واحد مع اخوكم برقادي ودي ديكا سبيسيال المغاربه الاحرار. كيف العاده حنا هذا شويه فرح شويه سعاده. تحيه خاصه لصحاب كرواسا وديما فيفا لاموغ فيفا لو ماروك ديما المغرب فهمتيني اللي ما كتقتلوش غيره على بلاده وعلى ولاده وعلى مراته ماشي راجل. غادي نقول لكم من هنا واحد تي ميساج بغيت نصيفطو لواحد الناس بالضبط كاع الحرفي في الحياه ديالي فهمتهم كل شيء كاع الحرفي فهمتهم الا حرفه واحده اللي ما تفهمش ليا اللي هي واحد انسان جميري عرفتي جميري هذا الانسان جميري كيمشي للقهوه الشيشه كيبقى يدور لك داك الشيشه بحال هكا كيبقى يدير لك واحد بحال المقص طق 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 كيبقى يبدل لك جمار ديال الشيشه فين في قهاوي في البيران كتلقى مريحين تما كيبدل لك القهوه الشيشه ويبدل لك الراس ديالو هو اللي كيطلع لك الشيشه كيكون مسوفلي هذه راه كتسمى خويا اسمع اسمع هذه خويا رساله لك الجميري هذه راه ماشي حرفه ماشي صنعه هذه كتسمى قواد من درجه عافيه سمعتيني قواد من درجه الجميري يعني انت كتبدل الجمر في الدنيا وغتبدلو حتى في جهنم فهمتيني حيت كاينين اخويا بزاف صناعي تقدر تعلمهم تقدر تبيع كرواسه في البحر وعندك شرف وعندك مهنه وكتسمى رجل ما ولكن صاحبي تجي واحد تعيط لك كيجي عندك الكانيش واقف كتبدل لها الجمر وتعاود تطلع على الشيشه وكذا ما حرفه ما والو خويا سير اخويا كون راجل فهمتي ولا لا هذيك الحرفه ما فهمتش انا كتافك كبر من الجمل صاحبي وجاي كتجري خارجك كاع بو كتبدل لها الجمر صاحبي حشومه دايره ما مهنه ما والو انا المهم انا قلت لك هذا الميساج وانت دبر كرك حياتك هذيك كتبقى حياتك هذيك فهمتي ولا لا انا غير بغيت نوجهك تقدر دير شي حاجه راح تكيني بزاف الحرفه تقدر ديرهم في حياتك من غير هذه الحرفه ديال الجميري حيت راه ما يمكنش اصاحبي راه ما يمكنش اصاحبي راجل بكل قوة بكل شخصيته بكل شيء اللي بهيبه ديالو صاحبي وتشد دير تبدل الجمر العاهره الواسعات ما جاتش اصاحبي انا بعدا ما رضاش اصاحبي وكندخل القهوه كنشوف واحد حاط الشيشه واحد جاي كيطرطق فيها طرطق 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 ويدور فيها بحال هكا تمالك اصاحبي هاز قنديل للبحر كتدور فيه سير اصاحبي خدم لك شي خدمه شريفه وكون راجل فهمتيني هذيك راه التقواليت هذيك هذيك راه دريات ما قبلوش يخدموا فيها عاد جيتي انت خدمتي فيها المهم علينا الموضوع ديالنا هو الموضوع ديال البحر البحر اخوتي بعدا اول حاجه البحر الناس بعدا اللي جايين بعدا ضياف في اي مدينه كندوي على بصفه عامه على البحر كامل البحر ماشي غير تسمعوا داكشي اللي في التلفازه وما كتطبقوش ديال نضيف انا بنضيف نضيف حتى وخريف حيت كيبان ليا بنادم هيش بنادم فهمتي كاين شي بحوره فهمتيني هيش بنادم هيش واحد جيب مع دلاحه كياكلو ويسالو لوحه في الرمله فهمتيني ها اللي جيب معاه كسكسو ها اللي دايرين قيطون اخويا البحر اول حاجه راه بحر راه ماشي داك راه ماشي تيندوف راه حنا ماشي في شي في تيندوف عندنا الحرب ودايرين قياطن تما باراسول دايرين بينا وكذا وهذه وشي مخبي هنا شي مخبي لهين واحد جيب معاه شيشه شي اللي جيب معاه قراعي ديال الشراب يشرب ويلوح تما في البحر في الرمله كيدفن برجليه راه عيب وعاره صاحبي راه بحر هذاك راه فهمتي راه متنفس ديال المغاربه كاملين فهمتيني راه معنا دراري صغار لعيبه فهمتي وثاني حاجه بنادم صاحبي كاينين الطواليطات بريفي وكاينين الطواليطات عموميين وكيمشي كيخرف في البحر بحال هذاك النهار دري صاحبي مسكين جاي يطلع من الموجه ضربته خريه هنا شويه مع ماتو ما خلينا بيه حتى طبيب تسلك لنا بين المغرب كامل ما خلينا بيه حتى طبيب قال لك تسمم ولا ما عرفتش هذا بعد اللي خاري بعدا ما عرفش واكل بعدا فهمتيني واش واكل شي دري صغير شي واكل شي دري صغير ولا واكل شي حلوف ولا ما عرفتش واكل بعدا ما يمكنش اصاحبي واش بنادم اصاحبي ماشي للبحر وخاري فيه اش كتسنى منه خاري في البحر اصاحبي خاري في البحر عرفتي شناهي راه ما يمكنش اصاحبي راه بصيت مين يخرج القرش ياكل دينكم راه ما يمكنش اصاحبي واش بالحر ديال المخرق واش البحر كيبولوا فيه الناس راه ما يمكنش اصاحبي تمشي تبول في البحر فهمتيني خلوا الدراري الصغار نقولوا هانيه باقي ما كيعرفوش ولكن دري بعقلك اصاحبي بلحيتك بهيبتك بكل شيء لك داخل ضربه بخريه في البحر وخارجه لك مورا ظهرك بحال شي واحد تابعك بحال اللي مردف معاك في تيماكس راه حشومه اصاحبي راه حشومه البحر اول حاجه راه خاصنا نتهلاو فيه راحت فيه الحوت فهمتيني فيه الحوت فيه الناس كتعوم جايه من برا تخلونا ضحكه اصاحبي ها تخلونا ضحك الكور يشوفونا صاحبي هذاك النهار الكور بقاو كيقولوا او ماي جود وات ذا فاك ذيس مي شافوا خريه خارجه ما يعرفوهاش تيقوش راسهم انهم راه حنا كنخرفوا في البحر كاينين الطواليطات اخويا ماشي اللي شدات البوله كتلقى وحده بعقلها اش شدات البوله كتقول تسناني شد ليا التليفون انا غنمشي
نضربها ببولونجي كتدخل للبحر كتبان لك واقفه شي اي وحده كتبان لك واقفه في البحر بحال هكا وكتلفتها وتلفتها عرفها سالت بول وصارت ضربها بشي خريط فهمتيني ولا لا واش خريا صاحبي قد القبعه خارجه لي من الماء بداتها والله الا تلاقيت مع خريا انا جايه خارجه قد تيريزا بحال هكا خارجه من البحر جايه هذا اللي خارع بعدا ما عرفش واش واسع ولا ما عرفش عنده ما عندوش طاكسيين ولا هذا اللي ليحه بعدا راه ما يمكنش البحر كامل بقى خارج كيصور فيها الصحافه واقفين كيصوروا هذا الخريا ما تيقوش ان عندنا مغاربه هذا غيكون شي دكالي حر حقيقي خارع قد القبعه قد تيريزا صافي حشومه واحد جيب دلاحه دين امو كيفرس فيها تما بحال شي 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 كلب لقى شي 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 طارو ديال الزبل عامر بحال هكا كسالي فرس فيها كيلوح 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 اللي سالم العود ديال البولو يلوح اللي سالم العود ديال كوجا كيلوح اللي سالم من بيمو يلوح اللي سالم من قرعه كيلوح حشومه راه حشومه راه بحال هذاك راه متنفس ديالنا حنا كاملين واش واحد يباني ليا قيطون تمايا واحدة سالت تقلي في الفريج وتقلي في الفلفلة واحدة جايبه كوكوط وديري الجمر وكت شنو واش هذا بحر هذا ولا بغيت نعرف واش هذا بحر ولا حنا في حرب واش حنا في حرب سادين علينا تمايا سادين علينا في هذاك البحر عندنا هذاك البحر جايبين كوكوط صاحبي بغيت نعرف صاحبي راه حشوم وعيب وعار بنادم كيشرب المناضة في كوبلي كيسالي كيلوحو شكون اللي كيخدم على داكشي كيبقاو فيا داك مالي النظافة اللي كتلقى مسكين عنده كبير راجل كبير مسكين كيتحنى لي ظهرو في هذاك الشمس وديك الحرارة وكيشطب مسكين وكيجمع هذاك هو اللي نتوما السبب ديالو باش مسكين كيتحنى لي ظهرو باش كيهبط يجبد لكم داك الزبل يعني تحياتي لمالي النظافة اول حاجة تحياتي لهم واخا ما دارش نمشي الصالير مساكن اللي يستاهلوا انهم يستاهلوا حتى مليون جوج مليون في الشهر فهمتيني وحشومة وعيب وعار ودير لهم 10 14 ساعة كيخدموا راه هذه حقرة هذه كتسمى حقرة وعبودية فهمتيني هذوك الناس بعدا انا كيبقاو فيا صحاب النظافة كيخدموا عيالات مساكن كتشوفهم قدامي في النظافة هادو هما اللي خاص الناس تنوضوا عليهم كاملين باش يديروا واحد الصالير اللي يكون كافيهم على فهمتي يكفيهم ديال بصح واللي يكونوا مهلين فيهم ديال بصح ويديروا لهم السويع كافي انا دوك راه خاصهم يخدموا 6 سوايع راه عطى الله بنادم اللي يخدم في هذا الشيء فهمتيني كتلقى مسكين غادي داخل البحر جار بركاسه ملبسينو ديك اللبسه وعارف شنو هي النيلو وسخونه انا نقول لكم على هي مسكين كتلقى دايره الزيف ولابسه ديك النيلو لعيبات وغادا الله يسمح لينا من الوالدين والله يسمح لينا من الناس ديال بصح هما اللي خاصكم تطلبوهم دائما ولا بالو لكم في البحر كيشطبوا لعيبات راه ما فيها باس جبد حتى 100 درهم ولا 10 درهم ولا 20 درهم وتعطي لي في يدو ما فيها باس وهذوك الناس اللي كيدوروا مساكن كيبيعوا البيني ولا كيبيعوا كرواصه ولا كيبيعوا كوجاك وكيبيعوا داك الشيء مهما خارج مسكين كيبيع وكيبيع قهوه هاز مقراج وكذا وانتم كضحكوا عليهم وكذا هذوك هما مرجال بالنسبه لي انا داك ملي كتسولي كيقول لك خويا كنجمع فلوس باش نقرا العام الجاي فهمتيني كتلقى هاز لاطه ديال البيني سخونه وغادي مسكين غادي كيضرب بها في البحر فهمتيني في الرمله وسط الرمله غادي وكيقول بيني بيني مسكين وكيقلب على رزقه راه واخا ما تكونش كتاكل البيني شري عطاه للدراري الصغار فرقها شحال داير جوج دراهم عطيه اخويا 10 دراهم 20 درهم ولا عباد فهمتي مشي تشوفوا هذوك مسكين بدا تشطر معاه لا لا نقص شويه وكذا ودريه عاهي راه كتجي كتبغى تنعس معاها كتعطيها 1000 درهم في الليله وجيب لها طاكوسات وجيب لها باكيت كارو وحط لها الشيشه وجيب لها الشراب وجيب لها انواع ديال الماكله علاش هاد الناس ما تهلاوش فيهم علاش هاد الناس ملي تشوفهم ما تشريوش من عندهم هادو هما اللي كيشرفوني وكنشوفهم انا في البحر كيبقاو فيا ديال بصح هادو هما اللي خاصهم يعاونوهم لانه مسكين كيجمع فلوس باش كيقري والو وكتلقى يجي دار كيلومتراج من مدينه اخرى باش يبيع هنايا خدام كتلقى بكارين بيت تما 5 ولا 6 ضاربين التماره ديال بصح ما عارفينش المعاناه ديال هاد الشباب مساكن اللي كيقراو وكيبيعوا كرواسه ويبيعوا البيني ويبيعوا كوجاكات ويبيع القهوه ويبيع بولو ويبيع الماء بحال هذاك النهار واحد كيبيع الماء بارد مسكين دري صغير قالت لي واحد مره فشحال قالت لي قال لها 10 دراهم اما الوالده هي قرعه ب 100 درهم عرفناها وبيعها لها في البحر قالت لي لا هو انتما باغيش تشفروا علاش مسكين علاش غيشفر هو شرى 100 درهم شحال غيبيعها بغى يبيع 100 درهم خاصك تربحي مقود عليه فقير واش يمشي يشفر يمشي كريسي هذاك دي زفير ماشي واحد انسان حال القهوه ولا عنده لوطي يبيع لك ب 10 درهم واحد انسان مسكين فقير مقود عليه غادي يزقرعه المبارد نبردهم لك بعدا وغادي كيدور بهم في البحر غادي بهم جاي بهم يعني هذاك اللي قال لك 10 درهم 20 درهم عطيها لي مقود عليه هذاك هو اللي ساهل ما كتقعد تحاسبوا مع الفقراء ما كتحاسبوش مع الناس اللي واصلين اللي بكرافات اللي ضامطينو فيكم في هذه البلاد كتحاكوا تحاسبوا مع هاد الناس الفقراء مقود عليهم دوب عليك رئيس الحكومه وقولوا ليه هز التفادي ولا هز التفادي كتحكروا على الفقراء على زدتي في كوبيله على زدتي في كرموسه على زدتي في قود عليهم هذوك صاحبي دوك راه ملي كيبان لك هز واحد بينيه بجوج دراهم مسكين هو شحال غيكون شاريها على القليل يكون شارب 30 ريال ولا درهم درهم غير بحا نديرو حنا 100 وحده باعه بحال غير ب 100 درهم
100 درهم غتكفيه في الكرا، غتكري في الماكله، تشوف فين هو شرابو، فين هو شحال من حاجه وحاجه وحاجه. حشومه صاحبي، قاش تحاسبوا مع الفقراء؟ راه كاين شي حوايج ما كيتحاسبوش من الناس. وحده تتبيع البغرير واقفه مسكينه في الشمس والبرد والعباد، وكتجي كدير تقول لها او 10 دريال البغرير، وشحال بغيتي تبيع لك 10 دريال الوحده؟ تما حقار، حنا عندنا واحد الفئه في المغرب حقاره بالعربيه، حشومه وعيب وعار. على الناس شروا من عندهم، ما تبقاش تقول ليه هذه ومال هذه مال هذه، حشومه ما تحاسبوش مع الناس بحال هكا. والبحر اخوتي اللي جا مرحبا به مدينه جديده بعد اول حاجه، انا كندوي على مدينتي وكله يدوي على مدينته كله، فهمتي ولا لا؟ انا كندوي على بصفه عامه على البحوره، ولكن من صيفتي غندوي على مدينه جديده بالضبط. اول حاجه اخوان، باركينغ عندنا في مدينه جديده راه فابو، اللي يفرض عليكم شي واحد يقول لكم راه 10 دراهم ولا 20 درهم ولا 30 درهم، راه فابو فابور باركينغ، راه معلقين بانو رئيس الجامعه ديال مولاي عبد الله، راه معلق البانو بان باركينغ فابور. يعني انت بغيتي تعطيه واحد البركه غتعطيه 10 درهم 3 درهم، بغيتي تعطيه انت بخاطرك، ما راه ما كيتفرجش لك بلاصه، في اي بلاصه عندك حق تبلاصي وتريح، ما كاينش اللي يقول لك باركينغ بفلوس. هذه اول حاجه حيدوها. ثاني حاجه، اللي جا تهلاو في البحر، اللي كان شي خريه يديرها، كاين بوبيل، كاين البوبيل، كاين طار الزبل، فهمتيني؟ نتوما داك اللي كتقولوا لهم مالين الزبل، راه نتوما مالين الزبل، هذاك راه عامل النظافه، كيتسمى عامل النظافه ماشي مول الزبل. الزبل راه نتوما مالين اللي لحتوه، نتوما اللي خارين في البحر، نتوما اللي بلتو في البحر، الحوت هرب منكم، فهمتوني؟ بنادم كيجي كياكل وكيلوح تما، واحد جيب الدلاحه اصاحبي، راه خاص محاسبه صراحه، راه خاص البحر كامل في الصيف المغرب خاصو يديروا لي بريفي، يقول لي قطع بنادم تيكي ولعبات باش يدخلوا غير الناس اللي في المستوى. حيت كاينين شي هيوش كيجيو اصاحبي، ماشي كيجي وحده جيبها ليا ديال ما قايطون سير تقلي ليا في الفريت تما، وحده ولات تبيع لك تما في البحر، تبيع في الحوت مقلي وتبيع في الفريت وتبيع في وخلي بنادم يخنز لينا البحر ويخنزوا داكشي. شو ما صاحبي اللي دار، اللي كان شي حاجه جبا فيها باس شدوا تلوحه في الزبل، فهمتيني؟ جمع اي حاجه لوحه في الزبل، راه كاين بلاصه في باركينغ، كاين بلاصه في حدا في البحر حاطين لك بركاسه، كتسالي كتمشي كتجمع داك الميكا كامل اللي شكلتي وكتمشي كتلوحها تما، باش هذاك مول النظافه مسكين ملي يجي ما يضربش تمارا، ما يبقاش يدور في البحر، غادي غادي مسكين جاي ظهرو تحنى ليه والشمس والحراره، واحد سالي تبحر شاري ليا كلاص 30 درهم وتسطح ليا في الرولاكس ودير ليا لومبر، وتجد واحد كيجمع حداك الزبل وانت كتشوف فيه بحال هكا ما مسوقش ليه، ديرو بحال باك، ما تقدرش ديريه بحال هكا، ما تقدرش تعاملي بحال باك بحال خوك بحال شي واحد انسان كبير مسكين في اللاج تحترمو وتقدرو، تجبد شي بركه وتعطيها ليه تقول ما فيها باس، ها ولا غير حنا حاذقين ببعضياتنا، حنا كنتسموا مسلمين بهاد الهضره بالهضره، راه مسلمين راه خاصنا نعاونوا بعضياتنا، خاصنا نوقفوا بعضياتنا، المره اللي تشوف شي حاجه خايبه ما خاصك تغيرها، يوقع فيك الحال، فهمتيني؟ راه النظافه من الايمان، ها باش تعرف واحد القضيه، الشيء اللي ما نضيفش في البحر راه ما نضيفش حتى في دارهم، ها باش نوضح لكم هاد الرساله، الشيء اللي كيمشي كيخرى في البحر بغيت ليه زكو وتشرق ليه تما، انا بغيت دين مو يخرج لي مسار نو يخرجوا لي تما، اللي خاري في البحر اصاحبي كل مره نتلاقاو مع خريا قد تيريزا، واحد بيل في البحر راه بالسيف من السيف بنادم يركب على الجيسكي ونسافر انا وصل البحر نتلاح تما نعوم ونخرج، ما يمكنش اصاحبي تعوم اصاحبي حدا مجموعه ديال عباد الله، راه كيخراو كيبولوا تما حشومه، راه البحر ماشي ديال الخرق، ماشي ديال البول، ماشي ديال الري ديال اللحو فيه الزبل، ماشي ناكلو فيه دلاح، راه كاين دلاح راه كيتكال في كوزينه في الدار، ماشي كيتكال في البحر، ماشي الهنديه كرموس راه ما كتكالش في البحر، تلوحو الجلود ديالها تما، اللي كان شي خريه كيلوحها، جمعوا زبلكم، راه نتوما مالين زبل، اما دوك راه عامل النظافه، احترموهم وقدروهم، واحترموا دوك الدراري اللي كيبيعوا يشرو في القهوه ولا كيبيعوا يشرو في كرواسه وبيعوا في بيني وكذا، احترموهم وقدروهم وتعاونوا معاهم وشرو من عندهم، وما تبقاش تحاسبوا معاهم على بشحال هذه ولا بشحال هذه. تماكم كتحاسبوا مع الدريه ديال ما كتمشي معاك للدار وكذا كتخلص عليها قرايه الشراب وتخلص عليها وعطاها 1000 درهم مقابل الجنس، تماكم كتحاسبوش مع الناس اللي واصلين بكرافاتهم بكوستيم ديالهم ولعيبات هادو، ماكم كتحاسبوا معاهم، ها تحاسبوا مع هادو، حشومه وعيب وعار، حشومه وعيب وعار. انا بعدا وصلت الرساله، وصل الفيديو راه كاين ميساجات كبار، يعني انت انت ودماغك. المهم تحياتي للدراري زوينين والناس زوينين، وتحياتي بنات الناس المأصلين، واللي متفق معايا يخلي لي لايك ويخلي لي كومونتير زوين، وما تنساوش بارطاجي اخوتي والجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. يلا تحياتي لكم واحد واحد.